أنا أتوقع بيكون في الواقع استقرار للأسعار، ولكن هذا الاستقرار أمانة يتطلب استمرارية الرقابة وتواجد التشريعات وتعديلها، حتى لا نرى استغلال من قبل بعض المضاربين، لأن نعرف نحن القوانين تستغل مع مرور الوقت أو بطرق ملتوية أن يتم عدم تطبيقها. ولكن كاستقرار للأسعار الحمد لله اليوم الأسعار ممتازة فيما يتعلق بقيمة العقار من ناحية المنطقية والتجارية، أما المغالاة في ذلك مع مرور الوقت سوف يضر السوق، وهذا اللي نحن نطالب فيه كأسعار أن اليوم مستقرة، ونتمنى أن تستمر أو يستمر هذا الاستقرار. ولكن أنا شخصيا أرى أن تواجد أمانة المؤسسات الرقابية مثل التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في الإمارة بقوة في السوق وضبط ذلك، بالفعل راح يستمر الاستقرار على المدى الطويل. بالنسبة للقروض العقارية، هل ترى تفاؤلا من تحسن الوضع أم سيظل هناك نوعا من الحذر من طرف البنوك؟ نحن أمانة من بعد الأزمة توجهنا نحو سياسة التمويل الذاتي للمشاريع والتركيز على المحفظة الإيجارية، وهذه هي اللي ساعدتنا خلال الأزمة، أي قمنا بتسليم الكثير من المشاريع خلال الأزمة وإدخال مجموعة كبيرة منها في المحفظة التأجيرية الخاصة بالشركة، فهذه ساعدتنا خلال الأزمة وفي الواقع في الوقت الحالي، ونحن مستمرين بسياستنا فيما يتعلق به توسعة هذه المحفظة التأجيرية، أي على سبيل المثال أضفنا لها مؤخرا البي أفينيو كمنطقة تجزئة في الخليج التجاري، بالإضافة إلى البلازا في البي سكوير المشروع اللي اليوم قيد البيع، فهذه الإضافات للمحفظة التأجيرية ساهمت بقوة في استقرار أوضاع شركة المالية، ولا شك اليوم نحن نمول الحمد لله مشاريعنا من تمويلنا الذاتي دون التطرق إلى البنوك والمؤسسات المالية. التوقف في الواقع كان في بعض المشاريع الخاصة بالمستثمرين، نحن كدبي لاند أو كشركة في الواقع نستقطب الاستثمارات لها، واليوم الحمد لله مثل ما تفضلتي بعد ما رجع السوق ونرى الانتعاش اليوم والطلب على الكثير من الوحدات السكنية والمشاريع السياحية، عادوا المستثمرين سواء كانوا القدامى ممن تأزموا أوقات الأزمة أو المستثمرين الجدد، ومثل ما لاحظت مؤخرا أعلننا عن مشاريع في دبي لاند مع مستثمرين، منها المدينة المستدامة مع دايموند ديفلوبر أتوا بهذا المشروع، إعمار بدأوا بتوسعة المرابع العربية في دبي لاند عن طريق نحن وبعنا لهم أرض في المنطقة هذه، وهناك أيضا اليوم الكثير من المداولات فيما بين وبين مستثمرين جدد إن شاء الله، وأبوابنا مفتوحة لدعم المستثمرين القدامى للاستمرار في مشاريعهم. لكن بشكل عام مثل ما تفضلتي دبي لاند أيضا كمنطقة تشهد